لغايه دلوقتي دي تاني مره اقول فيها الكلمه بتاعت لازم يجي فيها سؤال. حد فاكر مره ولا ايه؟ دي النيل اوبريشن دي لما اخدنا ست حاجات اللي هم الكروموزوم الكومباينيشن والانتجريشن والتناسب البوزيشن دول لازم يجي واحد فيهم في الامتحان. النهارده لازم يجي في سؤال بلال هقولهم كلهم في الامتحان. ما ينفعش الامتحان دي النيل ما ينفعش ان حد اخر السنه ما يكونش واحد من اولهم دول. انا مش هقول الكلمه دي كتير في الدي ان ايه وركز فيها قوي. يعني في حاجات لازم يجي فيها سؤال في امتحان اخر السنه. الدي ان ايه الترشنز اللي احنا قلناها وحصه النهارده دي. طيب اول سؤال هو ممكن يجي في الامتحان هيقول لك كده ديسكاس تايبس اوف دي ان ايه دامج. يبقى هيجي يقول لك ديسكاس تايبس اوف دي ان ايه دامج. طيب ايه يعني ايه تايبس اوف دي ان ايه دامج؟ احنا دلوقتي اخدنا الدي ان اي ستراكشر وبعد كده عرفنا ازاي بنعمله ريبليكيشن. اخر حاجه بقى في الريبليكيشن لازم نفهمها لو الدي ان اي ده باظ يتصلح ازاي. فاول سؤال يقول لك هو بيبوظ ازاي اصلا عشان تعرف هو يتصلح ازاي. عندنا اربع انواع من الدمج. الدي ان اي ده ممكن يتعرض لاربع ايه انواع نشوفهم كده مع بعض. اول حاجه حاجه بيسموها سنجل بيز التريشن. سنجل بيز التريشن ده اول نوع. النوع الثاني تو بيزس التريشن. النوع الثالث يقولوا عليه تشين بريك. الرابع والاخير حاجه بيسموها كروس لينكج. كروس لينكج. يبقى انا عندي اربع انواع من الدمج. بيجي لك سؤال في الامتحان هتكتب الاربع انواع دول وبعد كده تشرح كل واحده فيهم. اول نوع حاجه بيسموها ايه؟ سنجل بيز التريشن. يعني ايه سنجل بيز التريشن؟ يعني انا هيبقى قدامي الدي ان كده والرسومات دي كلها تترسم معايا كده. ادي الدي ان ايه. كل الدي ان ايه ده سليم اهو. الدي ان ايه دوت من اوله لاخره سليم. طيب امال الغلطه فين؟ يقول لي الغلطه في بيز واحده بس. سنجل بيز التريشن. يبقى اتغيرت بيز واحده في كل دي ان ايه. هي بيز واحده اتغيرت. اجي امسك الدي ان ايه كله كده الاقيه صح ما عدا بيز واحده الاقي فيها غلطه بتاكل دي مثلا. طب جميل. ايه بقى ممكن تبقى الغلطه؟ يعني البيز دي ممكن تبقى ايه الغلطه اللي فيها؟ عد بقى معايا ايه انواع السنجل بيز التريشن. قال لي اول حاجه ممكن يحصل كلمه اسمها دي بيورينيشن. دي اول غلطه. يحصل حاجه اسمها دي بيورينيشن وتفهم يعني ايه حالا. والغلطه الثانيه يحصل حاجه اسمها دي اماينيشن. دي اماينيشن والاثنين دول لازم يتكتبوا. انا هقول امثله ثاني كتير بس انت لو كتبت دول هتاخد الدرجه. لو ما كتبتش واحده فيهم وكتبت الباقي كله هتنقص. يبقى دول لازم يتكتبوا في السنجل بيس التريشن اللي هم دي بيورينيشن ودي اماينيشن. تعالى نفهم يعني ايه دي بيورينيشن. يعني ابص الاقي الدي ان ايه كله كده موجود معايا كويس خالص ومفيش اي حاجه مفيش اي مشكله كل الدي ان ايه سليم. بس هاجي هنا الاقي بيز اسمها ايه مثلا. بيز اسمها ايه؟ الاي دي اللي هي الادينين صح كده؟ الادينين دي بيوين ولا بايريمدين؟ الكلام ده اتقتل بقى. اه بيوين ولا بايريمدين؟ مين تاني بيوين؟ الجي صح كده؟ يبقى الاي والجي دول ايه؟ ها؟ بيوين. تمام. الاي دي الاي دي دلوقتي وهي قدامك كده في رسمه ماسكه هنا في ايه؟ يعني ايه اللي موجود هنا؟ ها؟ شجره. نفتكر الرسمه كده مع بعض. كنا بنقول الباك بونز اللي هي الخطوط دي بتتكون من الشجر وبعد كده الفوسفيت صح كده؟ وعند الكربون رقم واحد ده ماسكه مين؟ ها؟ البيز. البيز اللي هي مثلا ممكن تبقى ايه؟ او ممكن تبقى جي لو كانوا بيونيز مظبوط؟ طيب حد مذاكر اكتر يقول لي البوند اللي كانت بتبقى ماسكه البيز في الكربون رقم واحد بتاعت الريبوس اه كانت بتبقى نيتروجين رقم كام؟ تسعه. شايفين؟ كنا بنقول في البيوينز سي واحد في الريبوس دي ثابته. في البيوين تبقى مع ان تسعه وفي البيوين تبقى مع ان كام؟ ان واحد زمان كده صح كده؟ وكانت البوند دي حد يفتكر اسمها ايه؟ ان جلايكوسايديك بوند. انا بفكرك اهو ان عشان تكتب لو مش فاهم جلايكوسايديك بوند. تمام. يبقى الشوجر بيمسك مع الايه؟ بيمسك مع البيز اهي. يعني البوند ده الخط اللي انا رسمه اهو ماسك ما بين سي واحد في الشوجر وما بين ان تسعه في البيز و
والبوند دي اسمها ام جلايكوسايديك بوند. جميل. بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان الان جلايكوسايديك بوند هنا اللي هي ما بين 1 و 9 مش ما بين 1 و 1 اكتب عليها ويك بوند. البوند اللي ما بين سي 1 و ان 9 ضعيفه شويه. طب البوند اللي ما بين 1 و 1 لا قويه اللي هي بتاعت البايرميدين. طب وده معناه ايه؟ قال لي ساعات البوند دي بتتكسر. بص ساعات البوند دي بتتكسر كده وتقوم البيز دي طايره، يبقى هنا ما يبقاش فيه بيز، تبقى فاضيه، مكان فاضي. السؤال الخط الاسود ده، هو شايف الخط ده اتكسر ولا سليم؟ سليم. لان مين موجود؟ الشجر موجود والفوسفيت موجود. انا كسرت دي كلها ولا شلت البيز بس؟ شلت البيز بس. فاهم القصة؟ يبقى السلسلة اللي هي شجر فوسفيت شجر فوسفيت شجر فوسفيت شجر سليمة، دي سليمة. بس مين اللي اتشال؟ مين اللي اتخلع كده؟ ها؟ مين؟ البيورين. البيورين اللي هو الاي او جي، أول ما سمي الكلمة دي دي يعني انزع، دي بيورينيشن. دي بيورينيشن. يبقى أنا مسألك أقول لك في الدي بيورينيشن بوند اسمها إيه اللي بتتكسر؟ التلاتة خمسة فوسفو دايستر بوند القوية اللي بتمسك الشجر في بعضه، ولا بوند ثانية؟ اسمها ان واحد ان كام؟ 9 مع السي 1 ايه بقى؟ جلايكوسايديك بوند. طب لو سالتك قلت لك طب في بقى حاجه اسمها دي بايريميدينيشن يعني شيل البايريميدين؟ لا ما بتحصلش. ليه ما بتحصلش؟ لان البوند بتاعتهم ايه بقى؟ استرون. فدي اول حاجه ان ممكن يبقى الدي ان ايه كله سليم بس في غلط. ايه الغلطه؟ ان انا وانا ماشي كده الاقي كان في ايه او جي اتشالت اتخلعت اسميها دي بيورينيشن. طب تعالى على النقطه الثانيه اسمها ايه؟ دي اماينيشن. يعني ايه دي اماينيشن؟ قال لي يعني اجي على البيز بس اشيل منها مجموعه الامونيا اللي هي ان اتش 3. هناخد السنه الجايه قصه الدي اماينيشن دي. اجي على بيز واشيل منها امونيا. طب ايه يعني اللي يحصل؟ بص بقى معايا كده الثلاث كلمات اللي انا دول اتحفظوا زي اسمك. لو جيت على السي، عارفين السي؟ سي اللي هي ايه؟ في ايه؟ السي اللي هي سيتوزين صح كده؟ السيتوزين دي لو شلت منها الامونيا، لو جيت على السي دي شلت منها الامونيا تتحول ليوراسيل. تتحول ليو. يعني لو انت عندك سي كي لو شلت امونيا تبقى ايه؟ طب هديك مثال تاني. اسمه عن الايه؟ اللي هي مين؟ لو شلت منها عملت لها دي امينيشن شلت منها امونيا تتحول لحاجه هتحفظ اسمها اسمها هايبو دانسين. لما كنا بناخد حاجه اسمها ماينور بيورينز اللي هم شويه بيورينز بس مش كتار، كنا بناخد فيهم الزانسين والهايبوزانسين وكام. فالايه ده اهي لو حصل لها دي امينيشن تبقى هايبوزانسين. طب هديك المثال الثالث والاخير، يبقى الثلاثه دول تحفظهم من اسمك. طب الجي بقى اللي هي البيورينا الثانيه لو حصل فيها دي امينيشن تتحول ايه؟ اقول لك تتحول لحاجه ثانيه اسمها زانسين. يبقى في زانسين وفي هايبوزانسين. خلاص كده؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص الاقي دي ان ايه قدامي كده اهو الدي ان ايه سليم كله سليم بس الاقي في بيز واحده غلط. شايف؟ ابص الاقي هنا اهو يو. السؤال هو الدي ان ايه فيه يو اصلا؟ لا. طب اما اسالك بقى اقول لك هي اليو دي جت منين؟ تقول لي يا دكتور دي كانت سي عادي، ما هو الدي ان ايه في سي وحصل فيها ايه؟ ها؟ وحصل فيها دي امينيشن قلبت يو، يبقى دي غلطه. هي الوحيده اللي موجوده هو مسميها ايه؟ سنجل بيز التريشن. طيب انا كده الدي ان ايه بتاعي كله سليم وبعدين لقيت بيز غريبه خالص اسمها مش موجود اسمها هايبوزانسين. اقول لك هو الدي ان ايه في هايبوزانسين؟ تقول لي لا. امال دي جت منين؟ تقول لي دي كانت ادينين وحصل لها دي امينيشن. يبقى انا مسالك اقول لك ايه الغلطات اللي موجوده في الدي ان ايه؟ تقول لي يا دكتور اول غلطه بتاثر على بيز واحد، مش احنا عاملين نتكلم على بيز اهو. لا اما الاي او الجي اتخلعت يسموها دي بيورينيشن. لا اما اتغيرت سواء الاي والجي ومعاهم بقى السي هنا حصل حاجه اسمها ايه؟ دي امينيشن. طيب تعالى بقى على الغلطه الثالثه. يبقى دول اول غلطتين ياثروا على بيز واحد. طب ايه كمان؟ ايه كمان ممكن يحصل؟ اقول له ممكن يحصل حاجه اسمها ادشن اضيف اور ديليشن اوف سنجل بيز. ادشن اور ديليشن اوف سنجل بيز يعني بص الاقي الدي ان ايه كده اهو واحنا بنعمل الريبليكيشن ادي بيز قصاد بيز وادي بيز قصاد بيز عادي خالص ادي بيز قصاد بيز كده طول ما احنا ماشيين. وبعدين مفاجاه بايه؟ مفاجاه بان بيز هنا اتحطت مفيش حاجه هنا قصاد ما كانش في بيز قصاد وبعد كده كمل عادي ادي بيز قصاد بيز ادي بيز قصاد بيز. يبقى لو جيت عديت النيوكليوتايدز في الاستراند اللي فوق بص 1
2 3 4 هنا مفيش حاجه 5 6 ده الصح ان هم يبقوا 6. اللي تحت بقى وانا ببنيه حشرت واحده كده ملهاش لازمه اللي هي مين؟ اللي هي دي. فباجي عدهم 1 2 3 4 5 6 7 بقى الاستاند اللي تحت ده زايد واحده مفيش حاجه قصادها. خلاص كده يقولوا بقى انا عملت ايه دلوقتي؟ عملت اديشن، ضفت النيوكليوتايد ما كانش المفروض يبقى موجود. طب ما هي دي غلط صح كده؟ يبقى ضفت النيوكليوتايد. العكس بقى ممكن اعمل ايه؟ ممكن يكون كان الصح عندي 1 2 3 4 5 6 والاقي اللي تحت ده ايه بقى؟ والاقي اللي تحت ده 5، يعني يبقى كان الصح ده اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 ده كان الصح. وانا ببني خلاص فوتت واحده ما بنتهاش، يبقى انا عملت حاجه اسمها ايه؟ ديليشن. يبقى انا ممكن وانا ببني اضيف واحده زياده او افوت واحده من الاستناد اللي انا مبني عليه ما بنهاش، في الحالتين دي غلط، يبقى اسميها ايه؟ اديشن او ديليشن اوف سنجل بيس. طيب ايه كمان؟ ياثر على حاجه واحده، زمان كده خدنا حاجه اسمها سينثيتك انالوج. حد فاكر الكلمه دي؟ سينثيتك انالوج، انا قلت سينثيتك يعني مصنع او مخلق، وانالوج يعني ايه؟ شبيه. كنا بنقول ايه؟ ساعات النيوكليوتايدز بتاعتنا نعمل حاجات شبهها شبهها، والحاجات دي بتخش في تكوين الايه؟ بيخش في تكوين الادويه اللي احنا بناخدها. طيب ايه اللي يحصل يعني؟ بص كده معايا ادي القصه بتاعتي، انا عندي دي ان ايه اهو، الدي ان ايه سليم شغال اهو، سليم الدي ان ايه. وبعدين انا مدخل حاجه تشبه الادينين، بص انا هقول عليها ايه شرطه؟ تشبه الادينين. تشبه الادينين يعني ايه؟ تشبه الادينين يعني انالوج، انالوج انا اللي مخلقه شبه الادينين. فالانزيم هو شغال بيناول نفسه كده ويحط النيوكليوتايدز، شافها على انها ادينين، عارف لقى هنا مثلا دي وهو كان عاوز يجيب ايه، فبدل ما يجيب الايه جاب شبهها، جاب الحاجه اللي تشبهها ودخلها جوه الدي ان ايه وكمل. خلاص يبقى انا دخلت جوه الدي ان ايه انالوج. طب وايه يعني؟ ايه المشكله دي؟ المشكله ان الانالوج ده مش هيعمل دبل بوندس مع الدي، هو يشبهها بس مش هيعمل دبل، مش هيعمل هيدروجين بوندس، عارفين هيدروجين بوندس الاثنين اللي اتحطوا دول مش هيحصل. فتفضل الحته دي في الدي ان ايه دبل ستراندد ولا سنجل ستراندد؟ لان كل واحده لوحدها صح كده؟ تتكسر ويحصل فيها طفرات ويحصل فيها ميوتيشنز وبوظ الدي ان ايه. فعشان كده اقول ان خلاص حصلت غلطه هنا، ان انا بدل ما ادخل الايه الصحيحه الايه اللي بجد الايه اللي ربنا خلقها دخلت الايه الشبيه، فعملت لي مشاكل بعد كده في الدي ان ايه. فده ان انا ضفت سنسيتك انالوج، يبقى دي كمان ايه؟ غلط. اخر حاجه تعرفها اسم بس، ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها الكيليشن اوف البيزس. الكيليشن دوت في حاجه اسمها الكيليتنج ايجنت، شويه مركبات كيميائيه كده بتعمل تفاعلات مع البيزس، خلاص كده يسموها التفاعل ده يسموه الكيليشن رياكشن، خلاص؟ بتغير في شكل البيز وتغير في الهيدروجين بولز بتاعتها، يبقى انا ممكن اعمل الكيليشن اوف وان بيز. يعني مواد كيميائيه تدخل تغير في الاستراكشر بتاع بيز واحده. يبقى انا بقول لك ايه الغلطات اللي تغير سنجل بيز، يلا عايزين بقى نحفظهم مع بعض كده من غير ما نبص. ها في بيز واحده باظت، يلا مين يقول؟ اول حاجه اتخلعت، دي في الجواب العربي اهو اتخلعت، اللي هي مين؟ الاي او الجي عشان البوند بتاعتها ضعيف، فيقول عليها دي بيورينيشن. طب الغلطه الثانيه اتغيرت بقى اللي هي مين؟ السي بقت يو، والاي بقت هايبوزانسين، والجي بقت ايه؟ زانسين، عشان عملنا لها كلمه اسمها ايه؟ دي ايونيشن. الثالثه ضفت او شيلت واحده. الرابعه دخلت شبيه اللي هو الانالوج بدل ما دخل الايه؟ النيوكليوتايد. الخامسه عملت حاجه اسمها الفيشن ايه؟ رياكشن وغيرت التركيب البيزي. فهمت القصه كده؟ بقيت سليم، احنا كل الغلطات دي بيز واحده اللي متاثره. طيب نيجي بقى على النوع الثاني اسمه ايه؟ تو بيزس التريشن. هنيجي بقى الدي ان ايه اهو، في التو بيزس التريشن ده معناه ان الغلطه اخذت بيز واحده ولا اكتر؟ طيب اثنين ولا اكتر؟ اثنين. لا اثنين او اكتر، بس هم بيقولوا عليها انها بتبدا باثنين، يعني كلمه تو بيز التريشن يعني اثنين. طب لو ثلاثه اتحط فين؟ هنا برضه 10 100، يبقى هنا من اثنين وانت طالع كده، فهمت قصدي؟ يبقى تو بيزس التريشن اي دامج بقى اكتر من واحد، يبقى سنجل وتو بيز نحط تحتها اي حاجه.
بس اشهر حاجه هي بتاثر على الاثنين بس فعلا. ايه بقى؟ بص بقى المنظر ده، اهم مثال عاوزك تقوله لي. ساعات واحنا موجودين في الدي ان ايه كده تلاقي سيكونس، تلاقي هنا تي وتلاقي وراها تي تاني، حاجه بتحصل كتير جدا، تلاقي تي وبعد كده تي. طيب وقصادهم هنا يبقى في ايه؟ بالظبط يبقى في ايه وايه. لو الدي ان ايه ده موجود في السكين سيلز، وده بيحصل عندنا كلنا، انا بقوله ده بيحصل عندنا كلنا، لو موجود في السكين سيلز الخلايا بتاعت السكين، طبيعي ان احنا الصبح كده خلايا السكين دي بتتعرض لحاجه اسمها الترا فايلوت ريز. الترا فايلوت ريز. طيب لقوا ايه بقى؟ لقوا ان لما الدي ان ايه ده يتعرض للالترا فايلوت ريز يحصل ايه؟ بص، تقوم الهيدروجين بونز دي تتكسر اللي هي ماسكه التي وبعد ايه التي مع الايه، والالترا فايلوت تكون بوندز جديده ما بين التي والتي. بص المنظر بيبقى عامل ازاي؟ بص تلاقي الدي ان ايه كده، وادي هنا كان في تي وكان في تي، وهنا في ايه وهنا في ايه. المفروض ان كان ما بينهم هيدروجين بوند، صح؟ اتكسر ما بقتش موجوده. وتبص تلاقي الاثنين تي دول مسكوا مع بعض الكوفيلنت بوندز، روابط تساهميه كما رابطه اثنين. بص دول مسكوا مع بعض التو كوفيلنت بوندز. اللي عمل كده مين؟ اقول له اللي عمل كده الالترا فايلنت. فتبص تلاقي الايه؟ التي سابوا الايه؟ وقربوا الاثنين من بعض كده ومسكوا مع بعض بايه؟ بكوفيلنت بوندز. يسموا المنظر ده اسم مهم جدا ومشهور قوي، ان الاثنين تي دول مسكوا في بعض. يسموهم ثنائي التي، يسموه ايه بقى؟ ثيامين ثيامين دايمر. مهم قوي الاسم ده، ثيامين دايمر، ثيامين دايمر، ان الاثنين الثيامين مسكوا في بعض نتيجه الالترا فايلوت. بيقولوا عليها كده الترا فايلوت انديوست، يعني هو اللي عامل القصه دي، ثيامين دايمر. ثيامين دايمر انديوست اتعمل عن طريق مين؟ الالترا فايلوت. السؤال، لما حصلت الغلطه دي اثرت على بيز واحده ولا على اثنين؟ ودي اشهر غلطه بتحصل، عشان كده قالوا عليه بقى ايه؟ تو بيز الدريشن. بفترض ان في حاجه زي ما هقول دلوقتي اثرت على 10 بيز، هحطها فين برضو؟ ها؟ تحت مين؟ تحت التو بيز. اول مثال هنا هتقوله لي هي الكلمه دي، رقم واحد الترا فايلوت انديوز ثيامين دايمر. ولما اسالك اقول لك يعني ايه اللي حصل؟ تقول لي تي مع التي دول لما تعرضوا الترا فايلوت الهيدروجين بوتس اتكسرت ومسكوا مع بعض بايه؟ بكوفيلنت بوتس. وبالتالي اتكونت دي. طب انا لسه واخد كلمه اسمها ايه؟ ها؟ لسه واخد كلمه اسمها الكيليشن رياكشن، صح؟ الكيليشن رياكشن، شويه مواد كيميائيه لو وصلت للدي ان ايه تتفاعل معاه وبوظ الاستراكشر بتاعه. السؤال، هو انا مش زي ما بوظت بيز ممكن ابوظ اثنين 10 15 صح كده ولا لا؟ يبقى انا ممكن برضه الكيليشن رياكشن دي احطها في مين؟ ها؟ احطها في تو بيز الدريشن. زي ما اثرت على بيز واحده ممكن تاثر على اثنين، ممكن تاثر على ثلاثه، ممكن تاثر على كام؟ اربعه. الثايمن بس هو اللي عنده القدره انه يحصل القصه دي، ماشي؟ عشان كده سموها باسمه ثايمن دايم. ايه ده؟ ولا حاجه زي ما هي بس مش ماسكه مع التيم هيدروجين بوكس. خلاص كده يا شباب؟ يبقى انا لما اجي اقول لك التو بيز التريشن ايه الامثله بتاعته؟ رقم واحد لو كتبتها لوحدها تاخد الدرجه الترا فايلوت انديوز ثايمن دايم. عاوز تكتب رقم اثنين تكتب برضه الكليشن ايه؟ الكليشن رياكشن. بس كده خلاص. نيجي بقى للتشين بري. يلا ركز معايا. نيجي للتشين بري. يعني ايه بقى تشين بريك؟ اقول له تشين بريك ده معناه ان انا كسرت السلسله. يعني ايه كسرت السلسله؟ لغايه دلوقتي احنا قلنا ان الثلاثه خمسه فوسفوليستر بوند كسر كل شغلين على البيز، صح؟ هنا بقى معنى كلمه تكسر السلسله دي ان انا اقطع الخط نفسه اللي انا عامل اسمه كل شويه ده. الخط ده معمول ببوندس اسمها ايه؟ ثلاثه خمسه فوسفوليستر. ابص باجي الاقي الدين اتقسم نصين كده، هو ماسك بهيدروجين بوندس اهو وهيدروجين بوندز اهي. بس هنا بقى اول مره اقول ان مين البوند اللي اتكسرت؟ ها؟ مين البوند اللي اتكسرت؟ 3 5 فوسفو داي استر بوند. اقول بقى قطمت الدي ان ايه، الدي ان ايه ده اتفصل اتقسم نصين، اقول تشين بريك السلسله بتاعته اتكسرت. يبقى انا هنا اما اجي اقول لك تشين بريك معناها ان انا بشتغل عليه بقى البيز السليم اهي، الاي مثلا مع التي والسي مع الجي وكل البيز ما فيهاش مشكله. المشكله ان انا جيت فصلت النيوكليوتايد دي عن النيوكليوتايد دي. فصلت دي عن دي سواء في ستراند واحد او في اثنين، يعني سواء كسره واحده في ناحيه او كسرت في ناحيتين، في الحالتين اسميهم ايه بقى؟ ها؟ اسميهم تشين تشين بريك. يبقى انا في التشين بريك ده لما اقول لك ايه اللي اتاثر؟ تقول لي بوند اسمها ايه؟ 3 5 فوسفوليستر. السؤال،
مين بقى الحاجه اللي ممكن تكسر الدي ان ايه بالمنظر ده؟ تقطمه كده اقول له رقم واحد، رقم واحد حاجه بيسموها ايونايزنج راديشنز. ايونايزنج راديشن، راديشن يعني اشعاع، ايونايزنج يعني متأين. اديني مثال ايه ايونايزنج راديشن؟ والالترا فايلوت. خلاص كده يبقى الاكس رايز والالترا فايلوت رايز دول يقولوا عليهم ايه بقى؟ ها ايونايزنج، ايونايزنج راديشن. عشان بس لو سمعتها، لو قلت اكس راي والالترا فايلوت كده صح. طب ايه رقم اثنين؟ تاني حاجه واهم حاجه هناخدها شطر لوحدها، حاجه بيسموها فري راديكالز. فري راديكالز كلكم تسمعوا عن حاجه اسمها H2O2، فاكرين الراجل اللي بيكسر الممبرينز دوت وبيكسر الار بي سيز والكلام كله؟ يقدر هو كمان واخواته بقى اللي احنا هناخدهم في الفري راديكالز دول يكسروا مين؟ الثلاثه خمسه فوسفور ايستر دول يكسروا مين؟ يبقى انا لما اجي اقول لك التشين بريك، خلاص التشين بريك تقول لي ايه؟ مين اللي بيشتغل عليها؟ الايونايز اطلع في الايه؟ الايونايز ريبليكيشن اكس راي، ومعاهم مين؟ ها ومعاهم الفري راديكال. بس كده نيجي بقى لاخر حاجه كروس لينكج. يعني ايه كلمه كروس لينكج؟ لما اقول لك حصل في الدي ان ايه كروس لينكج، هنا بقى حاجه اتكسرت ولا حاجه اتغيرت ولا الكلام ده كله، امال حصل ايه؟ اكتب جنبها كده في الهامش اب نورمال بوند. لما اجي اقول لك يعني ايه كروس لينكج تقول لي حصل كروس لينكج، رابطه بس غلط، كروس رابطه غلط، فيقولوا عليها اب نورمال لينكج. في نوعين بقى من الرابطات الغلط، ايه بقى؟ ارسم بقى معايا الرسمتين دول كده. النوع الاولاني ان يحصل الرابطه الغلط دي بتوين البيس، المفروض البيس ماشيه كده الاي مع التي، السي مع الجي بالمنظر ده. طب افرض انت لقيت بوند ما بين بيز هنا وبيز هنا، ها يبقى دي ابنورمال، صح كده؟ ابنورمال. الابنورمال دي حصلت بتوين ايه؟ بتوين بيزز. يبقى اول مثال، اول مثال للكروس لينكج انها تحصل بتوين بيزز. طب في مثال تاني ايه بقى؟ هو الدي ان ايه ده لوحده ولا في حاجه لفه عليه كده وهو لف عليها وعاملين اورجنايزيشن وبتاع؟ صح؟ في بروتينات، مظبوط؟ في بروتينات ملفوف عليها الدي ان ايه؟ البروتينات دي اسمها ايه؟ البروتينات ده ملفوف عليها اسمها ايه؟ هيستونز. السؤال هو كان الدي ان ايه بيمسك مع الهيستونز البوند اسمها ايه؟ مش هما ايه الهيستونز دول؟ ده دي ان ايه؟ مش هزار. بيزك بروتينز positively charged in physiological pH binds to negatively charged DNA by electrostatic force. انت لو ما قلتش كده في الامتحان انت ساقط، انت فاشل. مسموح لك تلقلق في اي حاجه في المنهج، يعني بص يعني تلقلق معاه في كربوهيدرات في ليفل في براحتك، يعني بص ده كله كوم والدي ان ايه ده كوم تاني. خلاص؟ وانا قلت الكلام ده من الاول، يبقى مقول يعني ايه ستونز؟ تتنطق الجمله كده زي ما انا قلتها. يبقى في الاخر الدي ان ايه بيطلع على الستونز بوند اسمها ايه؟ ها؟ الكتروستاتيك بوند، بوزيتيف ونيجاتيف. طب ايه رايك بقى لو انت فوجئت ان الدي ان ايه ماسك مع الستونز بكوفيلنت بوند؟ دي يسموها ايه هي كمان؟ ها؟ يسموها كروس لينكج، غلط غلط. ودي ما تخليش الدي ان ايه يتفك من البروتين، البروتين الموجود عليه، لا اعرف اعمل ريبليكيشن ولا ترانسكريبشن ولا اي حاجه خالص. يبقى تاني نوع بتوين مين ومين بقى؟ بتوين الدي ان ايه والهيستونز. يبقى انا الكروس لينكج عندي نوعين دول، اما بتوين البيزس وبعضها في ابنورمال ايه لينكج، اما بتوين الدي ان ايه والهيستونز. يبقى انا لو جالي سؤال في الامتحان تايبس اوف الدي ان ايه دامج، تايبس اوف الدي ان ايه دامج، تقول لي اول حاجه سنجل بيز التريشن اتخلعت دي ديونيشن، اتغيرت دي امينيشن، ضفت او شلت او حطيت انالوج او الكيشن رياكشن. طب حاجه خدت اثنين اقول له الفاير انزايم مشهور والكيشن رياكشن اثنين او اكثر. طب كسرت السلسله تشين بريك، واللي يعملها الايه ايونايزنج راديشنز والفري راديكالز. طب حصل كروس لينكج اما بتوين البيز وبعضها اما بتوين البيز ومين؟ ها والهستونز. في مشكله كده؟ طيب يلا نصلحهم بقى. لا 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 ل
اول ثلاث طرق بنصلح بيهم الدي ان ايه مش عاوز صوت. اول ثلاث طرق بنصلح بيهم ربنا عمل لنا في الجسم حاجه اسمها ريبير سيستم. ريبير سيستم لان كل الغلطات دي احنا معرضين ليها، ومش هقعد كل ما الدي ان ايه يبوظ خلاص كده يفضل الغلطه دي موجوده وتعمل لي طفره وتطلع لي بروتين غلط وتعمل لي ديزيز ما كناش حد فيها عايش. وبالتالي كل ما الدي ان ايه بيحصل فيه مشكله بتتصلح بتتصلح. الريبير سيستم ده ليه اكتر من ميكانيزم، ربنا حط لنا اكتر من شكل كده نصلح بيه الايه الغلطات بتاعتنا. دول اول ثلاث اشكال، احنا عندنا اربعه ولازم واحده فيهم تنزل الامتحان. انا ما شفتش امتحان دي ان ايه من يوم ما الدي ان ايه نزل سنه اولى، دول اول او دول ثاني ما فيش سؤال في الاربعه دول، طلعي هات لي امتحان واحد فما فيهاش يعني لازم يجي فيهم سؤال. واهم حاجه في السؤال هنا الرسمه، يعني انت لو رسمت الرسمه بتاعتك انت خدت 80%. كلمتين بقى تحت رسمه كده، والرسمه دي موجوده في كل حته، اللي انا هرسمه ده موجود في الكتاب موجود في المذكره هي نفس الرسمه. خلاص فالرسومات هنا مهمه جدا، لازم ترسم الرسمه بتاعتك. طيب اول حاجه هنكتب الايرور، يعني ايه الغلطه اللي بتتصلح؟ اكتب عليها هنسقط الامتحان وهنقص. لان انت اول ما بتشوف السيستم تقوم داخل هصلح على طول وتنسى تقول هو الطريقه دي بتصلح علي غلطه من اللي احنا قلناها؟ احنا قلنا شويه غلطات. عاوزين بقى نمشي الغلطات دول مع الانظار اللي صلحها ومع الايه؟ مع الحاجه اللي هصلحها. اول طريقه اسمها مس ماتش ريبير، اسمها كده مس ماتش ريبير، يعني ريبير للمس ماتش. طب سؤال، المس ماتش ده احنا ما خدناهوش اصلا. يعني ما خدناهوش في الغلطات اللي فاتت، ليه؟ لان المس ماتش ده بيحصل عندنا كلنا. هو ايه المس ماتش ده؟ اكتب عليه الايرور ده اسمه كوبيينج ايرور. غلطه في الطباعه. يعني ايه غلطه في الطباعه؟ الطباعه دي انا اقصد بيها ايه؟ اقصد بيها ريبليكيشن. حد يقول لي حاجه احنا خدناها تخليني وانا ببني الدي ان ما غلطش، النظام بيعمل كده. صح؟ بروف ريدنج هو كان بيبني كده 5 3 صح كده؟ كان شغال 5 3 وعلى كل نيوكلوتايد بيحطها كان بيرجعها كام؟ ها؟ 3 5 ومع ذلك برضه ممكن يغلط. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني ممكن حتى مع المراجعه دي انت تغلط طبيعي، كلنا بيحصل عندنا غلطه في الدي ان ايه واحنا شغالين. الغلطه دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى ان انا مثلا عندي ايه؟ وانا بنسخ جبت قصادها سي بط ابنورمال بيز من اللخبطه اللي الانزيمز تمشي بسرعه جدا وبتنسخ كميات رهيبه جدا من الدي ان اي، كل شويه خليه عاوز تنفسك عاوز تنفسك، فالابلكيشن ده شغال كتير جدا. وبالتالي ممكن هو شغال كده وتعدي عليه في البروف ريدنج فيقول لك انت جبت الاي دي كان المفروض تبقى تي انت جبتها سي. طب ايه الغلطه الثانيه؟ ان الشريط يسف بقى. يسف يعني ايه؟ بيحصل حاجه اسمها ان بيرد بيزس. تبص تلاقي الدي ان ايه القديم اهو في الصح ان انا بنسخ من عليه، تلاقي الانزيم هو شغال خلاص كده اهو بينسخ عادي كده مفيش مشكله، ادي دي قصاد دي دي قصاد دي دي قصاد دي، وبعدين يجيب له اربعه خمسه كده مفيش قصادهم حاجه او قصادهم واحده بس وعيني كامله دي قصاد دي ودي قصاد دي، يبقى بيضيف اكتر من نيوكليوتايد حطهم كده وهو ماشي مفيش قصادهم حاجه مفيش قصادهم بيز، جابهم من مزايا كده سف كده حته كده. فيسموها ايه الجزء ده؟ يسموه unbared. unbared مفيش قصادهم حاجه تبقى معاهم تمسك معاهم هيدروجين بوم. unbared basis. الغلطتين دول مفيش دي ان ايه بيتخلق ما بيحصلش فيه غلطه من الاثنين دول، كلنا بيحصل عندنا. مين بقى اللي صلحهم بعد البروف فيدنج اللي انا قلته؟ يعني الطريقه الثانيه الطبيعيه اللي ربنا خليها لنا، مش لازم يحصل دامج، يعني ده مش دامج، دي غلطه بتحصل على طول. مين؟ اقول له ميس ماتش. طب يلا نصلح بقى الرسمه بتاعتك. يبقى انا هصلح ازاي؟ يبقى العنوان الثاني هكتب الريبير. وانا قلت اهم حاجه هنا الرسمه، بصوا معايا كده، ادي دي ان ايه. استراند كلنا متفقين ان هو كام؟ 3 5 والاستراند الثاني 5 3. هترسم زي ما برسم كده بالظبط. وادي المفروض ان الدي ان ايه في بقى هيدروجين بونز اهو. تفضل بقى ماشي كده هيدروجين بونز. ايه اللي حصل واحنا بننسخ؟ فوجئنا بالمنظر ده. ان انا عندي هنا A وهنا C. شفت المنظر ده؟ بعد ما الدين ليه خلص لقيت المنظر ده قدامي. طبعا ده غلط صح ولا لا؟ ده غلط. عايزين نصلحه. حد عنده اقتراح يعمل ايه؟ نشيل السي ونحط ايه؟ سي. طب ما يمكن السي هي اللي كانت صح. طب اعرف من ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني انا لما الانزيم يجي يخش كده عاوز يصلح قدامه كام احتمال؟ اثنين. هو ايه اللي عرفه مين الاستراند القديم؟ مش هو في واحد فيهم من دول احنا قلنا سيمي كونزرفيتيف صح؟ في واحد كان صح اكيد واللي بيتبني هو اللي حصل فيه غلط. فاهم قصدي ايه؟ فانا عاوز اعرف مين اللي كان صح ومين اللي اتبنى لان ممكن ايه يمشي ده ويمشي ده. تعرف ازاي؟ لا عادي خالص ما يمكن ده التاني. انت فاهم قصدي ايه؟
يعني مش هو ده في الاخر الدي ان ايه الاساسي؟ كان 1 3 5 وكان 1 5 3 وده بنى عليه واحد جديد وده بنى عليه واحد جديد، فمش حاجه اسمها اتجاه، هما الاثنين موجودين. فاهم قصدي ايه؟ سواء البير دوت هيبقى فيه واحد والبير ده هيبقى فيه الثاني، مفيش حاجه اسمها اتجاه، ما تمشيش اتجاه. امال تمشي ايه بقى؟ بص، يبقى دي اول مشكله، ودي هو بيسالك فيها عشان كده. ايه بقى اللي بيحصل؟ ربنا خلي لنا في الدي ان ايه سيكونس، سيكونس عامل كده اسمه كده جي اي تي سي. تتابع لا تحفظه لانه موجود، مش مثال، ده مش مثال، ده تتابع موجود. سيكونس اسمه ايه؟ جي اي تي سي. انت واخد بالك ان انا لو بنطقه وانا بكتبه كتبته 5 3؟ واخد بالك؟ يعني انت لو كتبت ده فوق تبقى غلط. يعني لو كتبت اهو جي اي تي سي تبقى انت غلطان. فاهم قصدي ايه؟ ركز معايا، انا بكتب ازاي؟ ها؟ بكتب على السلندر هو كام؟ عشان الضغط كام؟ 5 3. طب ما لو هكتبه فوق هكتبه ازاي؟ كده جي اي تي سي. هكتبه من 5 رايح ناحيه 3 اهو، عشان لما انطقه انطقه صح. جي اي تي سي. طيب تعال على اللي قصاده نفس الكلام اهو. السيكونس اسمه جي اي تي سي، اللي هو هنا جي اي تي سي. التتابع ده كل شويه بيتكرر على الدي ان ايه كده، الاربعه دول كل شويه بيجوا على الدي ان ايه. طب ايه لازمتهم يعني بالسيكونس ده؟ عند الادينين بتاعه عند الايه؟ بيبقى فيه مجموعه ميثايل سي اتش 7. عند الادينين بيبقى فيه سي اتش 7. ماشي؟ طول ما الاستراند، طول ما الاستراند ايا كان اي واحد فيهم في غلطه، الميثايل دي ما تتضافش. فاهم قصدي ايه؟ يعني بما انك شفت ميثايل يبقى الاستراند ده صح. فمين اللي انا هعرف منه ان واحد فيهم غلط؟ هبص الاقي اللي تحت ده السيكونس بتاعه عند الايه؟ نوت ميثايليتد، مفيش ميثايل. اقول اه يبقى هو ده القديم اللي جاي لي سنين بالميثايل بتاعه. وانا لما نسخت، نسخت حاجه غلط. طول ما في غلطه موجوده الانزيمز اللي بتضيف الميثايل ما تضيفهاش. تفضل واقفه مستنيه الغلطه تتصلح. احنا في الاخر خالص اول ما تقلب دهيتي هقول لك ايه اللي حصل على طول. وجه الميثايليز اللي هو الانزيم ضاف الميثايل هنا والهنا. ساعتها ما تقدرش تعرف مين القديم ومين الجديد. خلاص خلصت بقى. بقى هما الاثنين قدام، يعني هما الاثنين عليهم ميثايل، ما تقدرش تفرق. بس انا بفرق هنا ازاي؟ بفرق ازاي؟ اقول له بالميثايليشن اللي عند الادينين في السيكونس اللي اسمه الجي اي تي سي. طب الرسمه دي دلوقتي مين الصح ومين الغلط بقى؟ اللي فوق ده الصح، يبقى انا هشتغل على مين؟ يلا بقى نشتغل على السي. يحصل ايه؟ يجي انزيم اسمه كده، اسمه جي اي تي سي اندو نيوكليز. سمعنا احنا المره اللي فاتت على اندو ده بيعمل ايه؟ يخش يكسر جوه كده صح؟ تمام. وهو قال لك هو بيكسر فين؟ بيكسر فين؟ عند السيكونس، يعني هيكسر هنا ولا هنا ولا هنا ولا عند التتابع اللي اسمه جي اي تي سي. بص يا معلم بيعمل ايه؟ بيجي عند البيز الغلط دي ويمشي ناحيه الخمسه هنا. يمشي ناحيه مين؟ الخمسه هنا. لغايه ما يقابل السيكونس اللي اسمه ايه؟ جي اي تي سي يقوم كاسر هنا. يعني اول بوند قبل السيكونس ده يكسر. بص بقى في الاسم اللي بعدها الاستاند اللي فوق سليم. ثلاثه خمسه. الاستاند اللي تحت قبل ما يجي السيكونس اللي اسمه جي اي تي سي فتحنا فتحه هنا كده كسرنا البوند، فصلنا ده عن ده. يبقى انا عندي هنا السي اي الجي اي تي سي، وهنا في بوند اهي مفتوح. فين السي اللي انا عاوز اغيرها؟ لسه هنا اهي. السي دي هنا والاي قصادها، وبعد كده بقيت دي زي ما انا اسمه فوق، وده 5 3. يبقى قصيت بس كده، قصيت ما عادش حاجه. تعالى بقى على الايه الخطوه اللي بعدها. يحصل تخش انزيم اسمه ايه؟ بص اسمه اكزو نيوكليز. اه ما احنا سمعنا عنه الاكزو نيوكليز ده. اكزو ده يعني لازم يقف على طرف بقى صح كده؟ ويمشي. بص هيخش فين؟ من الفتحه اللي انت فتحتها دي. ادي الاكزو نيوكليز. وهيعمل ايه؟ وهيمشي في الاتجاه ده، الاتجاه ده اللي هو اتجاه كام يعني؟ ها؟ 5 3. يفضل ماشي يكسر 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 لغايه ما يوصل للسيكونس اللي وراه اللي هو برضه كان اسمه جي اي تي سي. جي اي تي سي. يبقى هيشيل الجزء ده كله، يدخل من هنا بالفتحه دي ويفضل يشيل يشيل بما فيها الايه؟ الانقضاض الغلط. ويشيل يشيل لغايه ما يوصل هنا. يلا سيب بقى الرسمه اللي جايه. الاستراند اللي فوق سليم اهو. بص بقى الاستراند اللي تحت فضي بقى هنا وهنا. والجزء ده كله فاضي. ادي 3
خمسة وادي السيكونس بتاعنا اللي هو اسمه جي اي تي سي، وادي السيكونس بتاعنا اللي اسمه جي اي تي سي، وادي هنا خمسة ثلاثة. شلت كل الجزء ده وادي الاكسونيوكليز اهو وصل هنا. في مشكلة كده؟ طب يلا حد يقول لي الخطوة اللي فاضلة. ها؟ هو احنا بنبني في اتجاه كام؟ 5-3. فكل شغلنا ايه؟ 5-3؟ هبني في اتجاه 5-3، بنزير اسمه ايه بقى؟ بوليميريز. هاجي اقول الخطوة اللي بعدها، بس انا هحطهم هنا اهو، ادي الستاند القديم، وادي الستاند الجديد. ده كان البيزنس اللي موجودة، جي اي تي سي، بصوا بقى اللي هيحصل، يجي انزير يبني في اتجاه 5-3، يبني جديد، لغاية ما يوصل للسيكونس القديم اللي كان موجود. ادي 3 5 وادي هنا 5 3 صحيح. خلاص كده وهو بيبني عمل ايه بقى؟ جه قصاد الايه؟ حط الدي صح. ده اسمه ايه بقى اللي انا هكتبه على السهم اللي تحت؟ ده اسمه ايه؟ دي ان ايه بوليميريز. عادي خالص احنا عارفين دي ان ايه بوليميريز. طيب بص هيفضل يبني 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 لغايه ما حط اخر نيوكليوتايد. هيوصلها في اللي بعدها ولا هو بيستضيف على اللي قبله؟ اللي وصل اللي قبله، فاكرين الكلمه دي؟ هو الراجل اللي بيبص على اللي قبلها، على اللي قبلها، على اللي قبلها، على اللي قبلها، حط اخر واحده. طب ما اخر واحده هو حاططها عاوزه تتوصل في اللي موجود. بانزيم اسمه ايه؟ ممتاز. يبقى اخر خطوه هقول له كده اهو، ادي عم الدي ان بتاع 3 5 بص معايا، وادي 5 3، فاضل بوند بس هنا. ده السيكونس بتاعنا اللي هو اسمه جي اي تي سيكونس. وده نفس الكلام اهو، عامله كده اقول له البوند الاخيره دي بتتوصل بمين؟ بتتوصل باللايجيز. يبقى اخر بوند دي اتعملت بانزيم اسمه لايجيز. اول ما وصلها وانا كده خلصت، ايه اللي يظهر لي على طول بقى؟ الاستراند اللي فوق ده طول ما انا ماشي انا حاطط مجموعه ايه؟ ميثايل، فاكرها؟ اللي كانت عند الايه؟ اول ما اخلص والدي ان ايه يبقى سليم اقوم حاطط الميثايل اللي تحت. يبقى انا استخدمت كام انزيم؟ ها؟ استخدمت كام؟ اربع انزيم. طب قول مع بعض اعمل كده بس، بص كده معايا، خليك معايا بقى. انا عندي ايه فوق اهي وعندي سي. يلا هنحفظهم كده واللي هيقوم يسمع المره الجايه هيسمع كده. اول حاجه بقطع بايه؟ ها؟ قول معايا ها؟ جي اي تي سي اندو اندو نيوكليز. يلا اللي بعده اشيل بايه؟ اندو نيوكليز. ابني بايه؟ اوصل في الاخر بايه؟ فهمت القصة؟ يبقى أنا أربع إنزيمز تسمحهم لي كده، قطعت بجي إي تي سي إندونيوكليز. مشيت كده شلت كام؟ ها؟ إكزونيوكليز. بنيت تاني كام؟ بوليميريز. وبعد كده في الآخر وصلت بمين؟ باللايجيز. كل شغلي في اتجاه كام دلوقتي؟ 5-3. كل شغلي في اتجاه 5 أهو، قطعت عند ناحية الخمسة، وبعد كده شلت من 5 لـ3، وبنيت من 5 لـ3، وبعد كده وصلت لإيه؟ وصلت باللايجيز. مين اللي عرفني إن السند صح ولا غلط؟ ها؟ الميثايليش عندي سيكونس اسمه ايه؟ جي اي تي سي اللي احنا قطعنا عنده اصلا صح؟ وبعد كده لما جينا لغايه الناحيه الثانيه برضه ايه؟ وصلنا له. اتفهمت القصه كده؟ فيها مشكله؟ ايه؟ انا دلوقتي الاندو ده ما شالش ولا نيوكليوتايد، عارف الاندو عمل ايه بس؟ فصل النيوكليوتايد دي من اللي بعدها، يعني عمل هنا بوند بس كسر بوند، ده الاندو. مين بقى اللي شال كل الجزء ده؟ شال الغلط بشويه قبلها وشويه بعدها. الاكزو، يعني بص دلوقتي انت فتحت فتحه صغيره ماشي؟ دخل انزيم، الانزيم ده عمل ايه؟ هيشيل كده، يشيل كل النيوكليوتايدز دي لغايه ما يوصل للجي ده اللي هي بتاعت الايه؟ السيكونس بقى. يبقى اللي فضل المكان ده كله مين؟ اكزو نيوكليز، عشان البوليميريز اللي جاي ما يبقاش في حاجه قدامه يبني بقى على نظافه، خلاص كده؟ يبقى البوليميريز اللي جاي هيبدا ده هنا ويبدا بقى يضيف نيوكليوتايدز نيوكليوتايدز لغايه ما يوصل حط اخر واحده. مين اللي وصلها في اللي موجوده؟ اللايجيز. يبقى مين اللي شال؟ الاكزو ايه؟ نيوكليز. طيب عاوز اسال سؤال بقى للشطار، لا مش عاوز صوت. مين شاطر يدمج الخطوه دي مع الخطوه دي؟ يعني قول لي على واحد يشتغل الشغلانتين. يعني شغلانة الاكزو نيوكليز والدي ان اي بوليميريز. ثلاثة؟ دي ان اي بوليميريز كام؟ واحد. مين اللي كان بيشيل ار ان اي ويرجع يبني بعديه دي ان اي؟ مين ها؟ دي ان اي. فلو سالتك قلت لك يلا انا عاوز اعمل الخطوة دي والخطوة دي بانزيم واحد، تقول لي احط ايه؟
دي ان ايه بوليميريز واحده استعملها شيلها معانا في اللي جاي. بص بقى معانا ممكن تحصل كده وتحصل كده. امال بالوضع اللي احنا فيه ده الدي ان ايه اللي تحت اسمه ايه؟ هو احنا خدنا اثنين ولا قلنا بيعمل ايه؟ اه يبقى ده الدي ان ايه بوليميريز اثنين خلاص كده؟ لان هو ده اللي شغال في الاي بي. اه هو بيشتغل زي ثلاثه يعني هو زي ثلاثه بس ده ده في الاصل. امال في الاي بي مين اللي بيشتغل فيها؟ دي ان ايه بوليميريز اول يعني هنا سبب يعني هنا دي شايفه ايه؟ دي غلط صح كده؟ يمشي ناحيه الخمسه يعني هو بيجي هنا عند ده عندها ويروح ناحيه الخمسه يعني خلاص كده؟ اول سيكونس يقابله يبقى اتعقد. يلا بقى نيجي لحاجه اسمها لا خليك معايا نيجي لحاجه اسمها بيز اكسجن بيز اكسجن وحاجة قريبة منها جدا وبتتواصل في الامتحان نيوكليوتايد اكسجن يعني انت لما يجيلك السؤال في دول ركز هو طالب منك البيز ولا طالب منك النيوكليوتايد لان هما الاثنين نفس العنوان اهو بيز اكسجن ريبير ده سيستم لوحده والنيوكليوتايد اكسجن ريبير عشان ما تنساهاش احنا خدنا اول نوعين من الدامج ايه؟ سنجل بيز وتو بيز صح كده؟ طيب مين في دول صغير ومين كبير؟ يعني انا بقول لك البيز اصغر ولا النيوكليوتايد؟ يبقى الصغير مع الصغير يعني البيز دي اللي بتصلح سنجل بيز الترشن امال النيوكليوتايد اللي بتصلح تو بيزز فيما فوق لان انت فاكر لو سالت التو بيزز دول ممكن بقى يبقوا 10 20 30 فهمت قصدي؟ يبقى لما اقول لك البيز اكسجن بتصلح ايه؟ تقول لي بتصلح سنجل بيز الترشن اللي احنا قلنا فيهم دي بيورينيشن ودي اماينيشن وكام اشتغل على بيز واحده فاسمها بيز اما اللي اشتغل على اكتر كبروها شويه سموها ايه بقى؟ نيوكليوتايد. طيب تعالى بقى ناخد دي سهله جدا. يلا خد الرسمه بتاعتك كده اهو. ادي 3 5 وادي 5 3 وادي دي ان ايه كان سليم ما فيهوش اي مشكله. بس احنا كان عندنا السي والجي. في اي مشاكل كده لغايه دلوقتي؟ الدي ان ايه ده اتعرض لالترا فايلوت ريز. وانا قلت الالترا فايلوت ريز دي ممكن تعمل ايه؟ ما قلناش الا مره او اثنين قلنا تعمل ايه؟ ثايرامين دايمر صح كده؟ ولا ممكن تخش فين؟ في تشين بي. الحاجه الثالثه بقى اللي ممكن تعملها كلمه اسمها دي اماينيشن مش هيحصل كده؟ يبقى من ضمن الحاجات اللي تعمل دي اماينيشن مين؟ طب يلا هو السي السي في الدي امينيشن تحول لايه؟ جميل اهو ده اللي حصل كده هو الراجل ده نصيب تقول له طب ما الجي ممكن تتحول لزانسين جايز ماشي بس احنا بناخد مثال يعني واحد خلاص كده فالمثال هنا ان الجي لسه سليمه بس السي اتحولت ليو ماشي كده وادي عندي اهو 3 5 وادي 5 3 وادي الدي ان ايه حاجه خالص اهو بس هنا بقى في ضغط يلا صلحها بقى يبقى ده انا باخد مثال دلوقتي لحاجه اسمها ايه ها المثال اللي قدامي ده حاجه اسمها ايه دي امينيشن مش انا قلت كده ان السي بالدي امينيشن بتتحول لمين اليو ده صح ولا غلط غلط اول حاجه يجي انزيم ادي اول انزيم هنا اهو اسمه ايه اسمه جلايكو زايليز اسمه ايه بقى جلايكو زايليز طب هسهله لك عشان اسالك سؤال اسمه كده ان جلايكوزايليز ده بيعمل ايه ده؟ بوند اسمها ايه؟ لسه قايلينها من شويه ان جلايكوسايدك بوند بس كانت الاول بتتكسر لوحدها هنا بقى ده انزيم هو بيكسر البوند دي طب يعني ايه بيكسر البوند؟ يعني ايه بيعمل ايه؟ اكتب جنبه بالعربي كده بيخلع اليو يجي على اليو دي يسيب الخط ده سليم يسيب الشرع سليم ويعمل ايه؟ ويقوم واخد اليو دي راميها بص اهو هنطلع على السهم كده اليو بس يبقى كسر البوند اللي ما بين اليو والشوجر اللي هي اسمها ان جلايكوسايد بوند. فايه اللي حصل؟ اللي حصل انت بقى الدي ان ايه دلوقتي عامل كده. ادي البيزس ادي الجي وادي بقيه البيزس وهنا 3 5 وهنا 5 3. السؤال ايه اللي موجود هنا؟ مكان اليو ولا حاجه مكان فاضي. حته فاضيه. الشوجر موجود بس الكربون رقم واحد بتاعته ما فيهاش حاجه. فاضي. الشوجر موجود ماسك في اللي قبله ماسك في اللي بعده. يعني 3 5 5 موجودين. بس البيز اللي تطلع من واحد مش موجود هو شال اليو يا مان.
يسموا المكان ده ايه؟ اسم ليه اسم مهم جدا المكان ده؟ اسمه A B site. المكان ده مهم جدا، ليه اسم؟ اسمه ايه بقى؟ A B site. ايه ال A B site ده؟ اختصار ايه؟ اختصار حاجة اسمها كده A اللي هي بتنفي A Bioimmediate site. بمعنى هي اليو دي بايوميدين ولا بيوين؟ يبقى السايت اللي ما فيهوش بايوميدين يقول عليها ايه؟ A bioimmediate site. طب اقول لك على حاجة جميلة، افرض كانت غلطة في الجين وبعدين الجين حولت لزنسي وبعدين شلناها، يبقى مين اللي كان موجود؟ البيوين بقى اللي كان موجود، صح؟ البيوين. طب ولو السايت اللي بتاع البيوين هو اللي فضل اسميه ايه؟ A B site برضه، يبقى ممكن تبقى اختصار كلمة ايه؟ A bioimmediate site. يبقى لما اقول لك الاي بي سايت دي اختصار ايه؟ تقول لي اي بايوميدينك او اي بيوميدينك سايت، يعني سواء احسب انت شايل ايه؟ انا هنا شايل البيوميدين يبقى اي بايوميدينك، لو كنت شايل بيوين يبقى ايه؟ اي بيوين. المهم ان في هنا سايت فاضي. يلا بقى الخطوه اللي بعدها. نكمل بقى زي العادي، بص كده هيجي حاجه اسمها ايه؟ هيجي حاجه اسمها كده. اي بي اندو نيوكليز. عاوز ناس بتفهم بقى. تقول لي هو هيعمل ايه؟ شايفين ده؟ فاكرين ده؟ اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ جي اي تي سي اندونيوكليز. هو الاندونيوكليز ده كان بيقطع ناحيه الخمسه ولا ناحيه الثلاثه؟ وده كان ناحيه الخمسه وناحيه الثلاثه اهو، بصوا كده قطع الناحيه دي ناحيه الايه؟ الخمسه. هنا هيقطع ناحيه الايه؟ الخمسه برضه، اي اندونيوكليز هيقطع الخمسه. فيحصل ايه؟ بص كده الاي بي سايت اهو. طب احنا هناك كنا بنتمشى شويه لغايه ما نلاقي سيكونس، هنا هنتمشى شويه وخلاص. يعني ايه وخلاص؟ يعني الانزيم بيفوت ثلاثة أو أربعة نيوكليوتايدز ويقطع. سيفتي مارجن كده، يعني يبعد شوية عن المكان الغلط ويبص بقى كده الرسمة بتاعتك أهي. الستراند اللي فوق سليم. الستراند اللي تحت أهو وأجي هنا أقوم قاطع. فين المكان اللي كان غلط؟ أهو المكان اللي كان غلط هنا أهو. سايب أهو اسمه A B سايب. وأدي بقى ثلاثة خمسة. وأدي خمسة ثلاثة. يبقى الإندونيوكليز راح للاي بي سايت، مشي قبله بشويه وقطع. راح للاي بي سايت، مشي ناحيه الخمسه انت قبله بشويه اهو وقطع. يلا مين اللي يدخل بالفتحه اللي هو فتحها له دي؟ الاكزونيوكليز يعمل ايه؟ يشيل لغايه ما يوصل هنا ويعدي بعده شويه برضه ويوقف. فاهم قصدي ايه؟ طب مين اللي كمل؟ قول دي انيبوليز. مين اللي يوصل؟ يبقى بعد دي بقيت الرسمه زي ما هي، هنقولهم بقى مع بعض. ادي الدي اهو وادي كده والمكان ده فاضي ونكمل كده. الخطوة اللي جاية بص بقى معايا، هدمج خطوتين في خطوة واحدة اللي هي خطوة الايه؟ اكزونيوكليز والدي ان اي بوليميريز. بص هكتب هنا ايه؟ دي ان اي بوليميريز واحد. تقوم انت فاهم بقى تقول لي اه طيب واحد هو واحد اللي هيدخل هنا؟ اه واحد اللي هيدخل هنا. طب هو واحد ده شغلته ايه؟ تقول لي ده بيشيل ويبني، بيشيل ويبني، بيشيل، يبقى مش محتاج ان انا اعمل الخطوتين، اشيل الاول وبعد كده ارجع ابني، لا انا هشيل وابني على طول. بص بقى الرسمه اللي عندك اهو، كمل بقى. ادي الاولاني سليم اهو، الثاني اقوم مدخل كده واقول واحد بقى بيشيل ويبني في نفس الوقت لغايه ما يوصل هنا. وادي دي اللي كان موجود. ادي ثلاثه خمسه، ادي خمسه ثلاثه، ادي دي اتنين، كمل بقى كله كده مفيش فيه مشكله. وهنا الجي رجعت سي قصادها تاني. خلصنا ولا فاضل حاجه؟ فاضل حاجه اللي هو مين؟ اه الوصله الاخرانيه ده اخر نيوكليوتايد. مين اللي هيوصلها بقى في اللي جايه؟ اقول له اخر حاجه لايجيز، واقوم اوصل كده يبقى الدي ان اي كله بقى سليم. يبقى انا هنا استخدمت كام انزيم؟ اربعه برضه، لان احنا كنا مزودين واحد في الاول اللي هو اسمه ايه بقى؟ ان جلايكوزايز. هنا اربعه، هنا اربعه ما يتنسوش، خلاص كده؟ طب يا حد بقى شاطر يقول لي ده من غير ما نبص كده، احنا كان عندنا تو ستراندز ماشي؟ تحت السي قلبت يو، يلا هنعمل ايه؟ مين يقول؟ ها؟ هنخلع اليو اسمها ان جلايكوزايز، رميناها بقى المكان بتاعها اسمه ايه؟ اي بي سايد. هاجي ناحيه الخمسه اند واقطع اسمه اي بي اندونيوكليز، واحد هيدخل يشيل ويبني اسمه دي ان اي بوليميريز، هوصل في الاخر اسمه ايه؟ فاهم القصه كده؟ طيب نيجي بقى لايه؟ للنظام التاني. يلا التالت سهل بقى خلاص مفيش كلام. التالت دوت فيه ايه بقى؟ رقم ثلاثة ده
في ايه؟ اقول له 2 بيزس او اكتر. بص بقى ده اي واحد فيهم ادي دي ان ايه 3 5 ده صفر و5 3 وادي دي ان ايه اهو. وبعد كده الجزء ده كله بايظ. احنا قلنا بقى 2 اور هنعتبر الجزء ده كله كده بايظ. عشان اصلح بقى 2 او اكتر دي حاجه اسمها نيوكليوتايد الكبير بقى ما تنساش الكبير مع الكبير نيوكليوتايد. طيب ايه اللي يحصل؟ يدخل انزيم اسمه ايه؟ اكسي بالاي. احنا خدنا اندو اكسو في بقى اكسي نيوكليز. الاكسي نيوكليز ده عظيم جدا بقى بيعمل حاجه جميله قوي. اول حاجه هو الاكسي نيوكليز ده اكسو ولا اندو يعني في الاخر ولا ده حاجه لوحده؟ اقول له ده اندو بس سبيسيفيك تايب. بيعمل ايه بقى الراجل ده؟ ده بيريحنا جدا. بص كده بيجي قبل ادي اخر نيوكليوتايد بايظه هي ناحيه الخمسه اند ماشي ويتمشى شويه كده. الشويه دول من كام؟ اقول له من 21 ل 25 نيوكليوتايد. يعني يسيب اخر واحده بايظه ويعد من 21 ل 25 سليمه عند ناحيه الخمسه اند ويعمل ايه؟ ويطلع. وبعدين يقوم رايح على الناحيه الثانيه ادي اخر نيوكليوتايد ويقوم يتمشى ناحيه الثلاثه اند كده من كام لكام؟ من 3 ل 5 بس نيوكليوتايد. يبقى ناحيه الاند الصغيره ناحيه الثلاثه بيمشي حته صغيره وناحيه الخمسه بيمشي ايه؟ ها؟ مسافه اطول. وبعدين يقطع من هنا ومن هنا ويقوم رامي الجزء ده كله. يعني هو وفر علينا القصه. بص الرسمه اللي جايه ادي الجزء ده والجزء اللي تحت ده كله تشيل كل ده فضل. هو عمل ايه بقى؟ هنيجي هنا كده ده كان دي ان ايه سليم اهو وده كان دي ان ايه سليم. تخيل بقى معايا الغلطه كانت من هنا زي مثلا لغايه هنا ده المسافه اللي كانت فيها غلطات. الباقي ده كان نورمال. هو عمل ايه؟ ادي هنا الخمسه اند وادي الثلاثه اند. ناحيه الخمسه ساب من اخر واحده لغايه ما قطع من 21 ل 25 نيوكليوتايد سليمه. امان يعني بيسيب نفسه امان كده لو بما ان في شويه غلطات هنا ممكن يبقى في شويه غلطات بعدهم فبيسيب حاجه اسمها سيفتي مارجن يعني مساحه امان. ويتحول ايه هنا دي اخر واحده غلطه اهي بيسيب ناحيه الثلاثه ام من 3 ل 5 نيوكليوتايد وقاطع. ويقوم شايل الحته دي كلها. انت كمل الرسمه خلاص الرسمه خلصت. هنعمل ايه؟ هنيجي من عند الخمسه ونبني دي دي ان ايه؟ ونوصل بين مين؟ بس هي كل القصه اللي فيه اكسي بس نيوكليز او الانزايم ده هو المختلف لانه بيقطع هنا وهنا خلاص قطع لي الجزء ده ولما خلصنا كده يبقى انا الجاي بعد كده هو عامل ايه؟ هقول له والله الدي ان ايه اهو ده اللي فوق وادي اللي تحت بدا من هنا والدي ان ايه والانريز بقى لغايه ما وصل للجزء ده وادي الهيدروجين بولتس اتكونت يبقى ده دي ان ايه بوليميريز. طيب فاضل حاجه او اللي فاضل فاضل مين او اللي فاضل الوصله الاخرانيه دي الوصله الاخرانيه اسمها ايه او اسمها لايجينيز هو بس ده دي ايه كله سليم. يبقى انا لما اجي اقول لك بقى في النيوكليوتايد اكسجن الاول بيصلح ايه تقول لي 2 بيزز او اكتر قطع قبل وقطع بعد بس تعرف ان هو ناحيه الخمسه بيمشي مسافه اطول من ناحيه الايه الثلاثه هنا من 21 ل 25 وهنا من 3 لكام من 5 قطع في الناحيتين. يبقى الاكس نيوكليز ده اخر كلمه اندو ولا اكزو نيوكليز؟ اندو اندو بس في ناحيتين صح كده؟ يعني هو ايه اندو الناحيه دي اللي دخل جوه واندو برضه الناحيه دي ودي الجزء كله ايه؟ اتشال. يلا شكرا.